ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عملت لكم النهارده الهوت شوكليت، عملنا بودره الهوت شوكليت السريعه، ما خدتش مننا وقت، طعمه بيبقى حلو قوي وخصوصا في الشتاء، وعملنا منه كوبايه الهوت شوكليت الجميله دي، واشكالها حلوه قوي احلى من الكافيهات. جربوا بقى واتفرجوا على الفيديو، لو عجبكم لايك للفيديو، ما تنسوش اشتراك في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. هنعمل النهاردة بودرة الهوت شوكليت، هنعملها في البيت، هي سهلة وبسيطة. المقادير: هنحتاج نص كوباية لبن بودر، كوباية سكر بودر، هنا نص كوباية كاكاو خام، انا بستخدم كاكاو دريم، حلو قوي على فكرة، مجربة كذا مرة. هنحتاج معلقة نشا ومعلقة فانيليا صغيرة. ليه معلقة النشا؟ معلقة النشا عشان بتظبط القوام، واحنا عارفين طبعا ان الفانيليا بتدي ريحة حلوة قوي، والكاكاو الخام بيدي لون جميل غامق وطعمه بيبقى حلو قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. حضرت هنا البولة اللي هستخدمها، وهنبدأ بسم الله. هنزل كوباية السكر البودرة، هو سكر عادي ناعم، وانا ضربه عندي في المطحنة، واحط نص كوباية اللبن البودر دلوقتي واقلبهم مع بعض. بعد ما خلطت اللبن البودر مع السكر، هحط دلوقتي الكاكاو الخام، الكاكاو بيدي لون وطعم حلو قوي، هخلطهم مع بعض كده، واحط النشا، ما تخافش من معلقه النشا، هي ما يعني مش هتعمله مثلا زي المهلبيه او حاجه، لا هي بتظبط لنا القوام وبتخليه جميل. واحط الفانيليا واقلبهم مع بعض. خلاص خلصت البودره الهوت شوكليت بتاعتنا الجميله، هنبتدي نعبيها في البرطمان. لازم البرطمان يكون ناشف ونضيف وناشف من هنا، ما يكونش فيه اي ميه او سوائل عشان ما بوظلناش البودره بتاعتنا. هنبتدي بسم الله نحطها دلوقتي، نعبيها في البرطمان، اهي سهله خالص وما خدتش مننا اي وقت ولا مجهود، وبتبقى جميله. نعملها بقى ايه للولاد الصبح كوبايات يفطروا بيها. خلاص كده عبيت البرطمان، هقفله. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كوبايه الهوت شوكليت الجميله اللي باللبن بالكميه اللي معانا دي. حضرت الكوبايات اللي هستخدمها، واحط دلوقتي بسم الله السكر لكل كوبايه، هنحط معلقه سكر كبيره، والسكر حسب الذوق والرغبه برضو براحتكم، واحط معلقه من الهوت شوكليت، وهنحط اللبن الساخن بسم الله، شايفين ولا اجمل من كده. انا سايبه المسافه دي عشان هحط فوق هنا كريم شانتيه وهزينها. نقلب، شايفين اللون جميل جدا. نعمل الكوباية التانية، المشروب حلو قوي وبيدفي في الشتاء ومغذي عشان فيه لبن وفيه شوكولاتة. هنحط الكريم شانتيه على الوش، هو عشان اللبن سخن. هعمل الكوباية التانية،
هنعمل اخر كوباية معانا. بعد ما حطينا الكريم شانتيه هنزين دلوقتي، هنحط البسكوت هنا، نحط واحدة هنا ومعايا بسكوت تاني، هحط واحدة منه هنا في النص. ومعايا شوكولاتة فارماسي الألوان بقى، نحط كده واحدات بيبقى شكلها حلو قوي. زينه بالطريقة اللي تعجبكم واللي تحبوها. وهنا لون تاني، نحط اللون الغامق هنا. الله شكلها جميل قوي. بس كده خلاص خلصتها. ده شكل الهوت شوكليت بتاعنا الجميل، والكمية خدت طلعت معايا ما شاء الله البرطمانين دول غير اللي عملناه هنا في الكوبايات. جربوه بقى وقولولي ايه رأيكم.